And I don't give a damn hell about the king. Enough. جنرال آدم، انت تطلع اسم كرموز وتجيب معك والعيلين اللي معاه هنا. تحت امرك فن، بس هو المشكله مش ان اروح الضابط. انا خلصت كلامي، مفهوم؟ تمام. مؤاخذة يعني يا فندم، هو احنا غلطنا اننا عملنا كده عشان في الاخر يعني بيتقبض علينا احنا؟ You don't know who I am, but you know my uncle, General Frank Adam. انت ايام جنرال يوسف المصري؟ الو يا جوني. بقولك يا اخويا، هو انت لسه بتدرس؟ ايه يا شبك وزير الحربيه، عايز اختم يا اخويا وامشي. بقولك يا زوب، اصبري علينا شويه وانا هجيلك بنفسي. صباح الخير. صباح النور. رياض الشندويلي قاضي مجلس النواب. مين الضابط المسؤول هنا اللي اقدر اتكلم معاه؟ بريطانيا. Britannia rule the waves. We will never, ever, ever. Stephen's dead. Mark's locked up in an Egyptian prison. Your men are dropping like flies, and you don't even lift a finger. I'm the crazy one. Why don't you let me out here? Let me do what I was born to do. I'll kill every one of them if you give me the chance. Feed him. Feed him well. You tell the Egyptians that I'm coming, and hell's coming with me. يعني انت عايز اسلمك العائلين ومارك وتديهم للجنرال آدم، مش كده؟ بنحاول نحل أزمة مش أكتر. أنت عارف يا ست النايب، في بنت بره اسمها زوبة جاية عشان تخطب رخصة بتاعتها وأنا مش راضي، مع إنه حقها، بس ضميري ما يسمحش بكده عشان أبويا ما علمنيش كده. أنا بقى لو سنت لك العيال دي أبقى زي زوبة، يرضيك أمشي برخصة؟ أبوك لو مكاني كان قال لك نفس الكلام. تعنيتش يا حبيبي. الجنرال آدم ممكن ياخدهم بس بعد المحاكمة. لا، يقدر ياخدهم دلوقتي ومن هنا. يبقى يجي اخدهم من هنا. دماغك ناشفه. يعني انت عايزني ابلغهم بان البكباشي يوسف المصري رفض تسليم ماركو لاولاده؟ والله يا سيادة النائب، عشان خاطر مجيئتك ممكن تبلغ الجنرال ادم يوسف المصري بيقول لك يقدر يستلم ابن اخته في اي وقت. انا العقل. بس يستلموا جثه. What did he say? He refuses. You're out of your mind? It's an order from the British government. Go. What? Go out! No! 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 Don't move! Okay. Leave him! Don't move! Calm down. Where's your Haskari? Hashid Abnar! Don't shoot. Hashid Abnar.
الظابط ده يتحبس مع مارك بتهمة التعدي على ظابط مصري، وبلغ الجنرال آدم لو جه هنا يتحبس معاهم. انت كده يا ابني بتزود التيم بلا، باخد بالك من نفسك بقى. Gentlemen, we have a mission to remake our fallen brother and yet to the other one. Don't take no bullet, don't take no men, no cavalry. Take the cannon, take the arms, and open the gates of hell in their faces, and we'll show them who's the dominant one here. What's going on out there, lads? Lads, let me out! I can fight! And let's show the filthy Egyptians the power of the great Britannia! وصلها لحد باب البيت وباكل في الطريق. يلا اطلع، خلي بالك من نفسك. ها حاج هدي، الجيش الانجليزي بيتحرك ناحيه الاسم، واضح كده ان في حاجه غريبه بتحصل. خرجوا كل الناس اللي موجودين في الاسم، وكل العساكر تجمع جوه. يا ساتر يا رب، اقفلوا من الاسم وحطوا المكاتب وراه. هو في ايه؟ قومي يا بنت، قومي، شكلها غاره. قومي انت فينك يا بنت؟ نهار اسود، تعالي ننزل جوه، تعالي تعالي. هو في ايه؟ هفهمك بعدين. لا حرب. حرب. وزع كل الطلق والسلاح على العساكر. اجمع. محدش يضرب نار غير بأوامر مني. وجهوا السلاح ناحية الباب.